شفنا غادة في الاستوديو، شفناها في دار الأيتام. طبعا فرق كبير جدا ما بين ما كانت طبعا متأثرة جدا وبتعيط في الاستوديو وكان نفسها ان هي تكلم مامتها او تشوفها او يا ريت ترجع لها مرة تانية، وين فرق طبعا كانت مبتسمة ومبسوطة وبتتكلم وهي مرتاحة نفسيا جدا بعد مامتها شافت الحلقة وكلمتها وبتقول انها كلمتها كمان في نفس اليوم. طبعا احنا بنتمنى جدا ان غادة ترجع لوالدتها لان هي اللي مربياها وهي هي كل حاجة في حياتها. فاحنا تواصلنا مع والدة غادة وهي دلوقتي معايا على التليفون منوراني، وكنت اتمنى كمان ان هي تكون منوراني في الاستوديو. الو، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد ازاي لله ازيك عامله ايه؟ انا الحمد هقول لله. عليكي انك والدة غادة لان انا عارفه انك انت مش حابه انك تقولي اسمي في اسمك، فانا هقول والدة غادة. ازيك عامله وانا ايه؟ بحب الاسم ده، انت مع بتحبي؟ الحمد لله طيب كويس. احنا مش هتكلم على تفاصيل او مش هتكلم ايه الخلاف اللي حصل ما بينك وبين غادة، لان اي ام وبنتها بيحصل ما بينهم خلافات ياما، وسن يعني غادة في سن مراهقة وسن المراهقة بيطلع منه حاجات كتير. ممكن طبعا انت تكوني في لحظة ضعف حسيتي ان انت ايه مش هتقدري تستحملي، فانا مش عايزة اتكلم عن اللي فات، صح؟ احنا ننسى اللي فات ونبتدي صفحة جديدة ان شاء الله. ونفتح صفحة جديدة. انا سمعت انك انت عايزة ترجعي غدا مرة تانية وعايزة تاخديها في حضنك مرة تانية. طبعا دي بنتي، وانا ما اتخليتش عنها، بس لما سمعنا عن التليفون والاتصال بيها ما كنتش عارفة اوصل لها، ليه ما ان انا كنتش عارفة اشوف توصلي لها؟ موقفها، عشان كان استاذ جمال سلمان على المكالمات التليفون، وانا حتى كلمتها مرة واحدة بعد ما طلعوا في التلفزيون، وهو قالوا لا بلاش عشان يشوف ان الموضوع هيمشي ولا لا في الاجراءات وترجع يعني ولا لا، راح عشان نفسيت او كده. انا مش فاهمه هو ليه كان منع المكالمات او منع انك تزوريها استاذ جمال، فعلا عشان حاجه غريبه البنات، قوي. بيقول لك عشان البنات اللي في المؤسسة، طيب عشان قولي لي، بيتأثروا يعني نفسيا يعني. لا بس انت لو كلمتيها يعني ما ممكن هما ما يعرفوش انك هتكلميها يعني. طب لا انا حاولت، انا وش معنى حاولت، المره دي وافق انك تكلميها؟ ما انا هي مره واحده بعد البرنامج بتاع التليفون، وبعد كده قالوا لا علشان احنا مش عارفين الموضوع هيمشي ولا لا، فمش عايزين انت تتعقد تاني وتعيط وكده. طيب ايه الاجراءات اللي انت خدتيها؟ شفتي صورتها كانت يعني انا لما كلمتها كانت صوتها كان قد ايه مبسوط ان انت كلمتيها وتواصلتي معاها، ونفسيتها عايزه اقول لك تغيرت تماما، يعني قد ايه هي مبسوطه ان انت ممكن ترجعي في حياتها مره تانية. هي بتقولي هي امي ماليش غيرها، هي كل حاجه. هو انا برضو ماليش غيرها، انا ماليش غيرها، انا اللي مربيها. طبعا طبعا مالكيش غيرها، هي كمان عشان تبقي فاهمه هتبقى سندك، هي اللي هتكمل معاكي، هي بنتك. طيب انت ايه الاجراءات اللي خدتيها دلوقتي؟ قدمنا طلب وهم ودوه الإدارة الفنية في الأرض اللي فات، كان 26 تقريبا، ها 11، فهو طبعا خد وقت على ما طلع من الشؤون اللي في إدارة المعصرة، وبعدين راح الإدارة يعني، بعد كده المفروض يروح المديرية ويشوف ياخد الموافقة، وفي لجنة بعد كده. ده اللي أنا عارفاه يعني في الإجراءات. طيب انا عايزه اقول لك ان احنا تواصلنا مع الدكتور مسعد رضوان، وده مستشار وزاره التضامن للتخطيط وشؤون دار الايتام، وقال لنا ان لسه الملف واصل له النهارده الساعه 5، يعني احنا كلمناه وقال لنا ان الملف واصل له النهارده الساعه 5، لكن هو طمننا جدا جدا جدا، وعايزه اقول لك انه ان شاء الله ان شاء الله بنسبه 90% غدا هترجع لك مره تانية. يا رب يا رب يا رب انا يا رب. هو ده اللي انا بتمناه. انت نفسك انها ترجع؟ ها يا بنتي، يعني انا مربياها من 2002 وهي معايا، كانت سنة ونص. ما انا عارفه، اه هي كانت سنه ونص وهي عندك، وحشتك اكيد جدا حبيبه قلبي حبيبتي. ربنا يا رب يرجعها لحضنك تاني. ومعلش هي ساعات كده بتحصل حاجات ما تفهم يعني ما نفهمش هي حصلت ليه، بس ربنا هيرجع ان شاء الله الامور لمكانها الصح تاني. والدة غادة انا بشكرك جدا، طبعا باين قد ايه صوتها متأثر وبتعيط على بنتها، بنتها هي اللي مربياها، كي اصل الام مش اللي خلفت، الام اللي ربت، مش اللي بتخلف بس واللي تربي كل ده، ما دي بنتها في الاخر. فان شاء الله هترجع مرة تانية، واحنا كلمنا زي ما قلت دكتور مسعد رضوان مستشار وزارة التضامن للتخطيط وشؤون دار الايتام، واكد لنا ان شاء الله ان شاء الله غادة هترجع لحضن مامتها مرة تانية، ولما ترجع هنطمنكم وان شاء الله نقول لكم ان هي رجعت، واكيد حياتها هتختلف مرة تانية، هترجع في حضن امها، مفيش احسن من كده.